إسرائيل ومعمارية شكلت على مدى عصور من الزمن تضافي التلاقح بين الحضارات والثقافات والتهايش بين مختلف الأجناس والأعراق، وتكتسي المدينة العتيقة مدرجة من قبل منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي منذ سنة 1985، والتي أقرتها المنظمة في المؤتمر العام لدورته 17 بباريس في 16 نوفمبر 1982 أهمية كبيرة ضمن النسيج العمراني للمدينة الحمراء، وفي أفق استجابة لتطلعات ساكنة مدينة مراكش عموما والمدينة القديمة على وجه الخصوص، ومن أجل مواكبة التحديات التي تفرضها ضرورة تعزيز جاذبيتها السياحية، كان لزاما علينا التفكير في موضوع تصميم التهيئة خاص بالمدينة العتيقة لمراكش يراعي هذه المتطلبات وإخراجه إلى حيز الوجود. خاصة وأن المدينة العتيقة لم تكن تتوفر على تصميم تهيئة مسابق عليه، وأن تصميم تهيئة معمول به حاليا أنهي سنة 1976 ويشوب العديد من العيوب. نذكر على سبيل المثال عدم تحديد المعالم التاريخية والهندسية والمناطق العتيقة مراد حمايتها، كما أن الدخل المعمول به متجاوز حاليا في خلال تشجيع الأنشطة السياحية، كما لوحظ وجود العديد من المرافق والتجهيزات العمومية المبرمجة فوق مساحات مبنية، وتتجاوز هذه العراقيل والمعيقات والتوجيهات من استقلال رئيسة مجلس جماعي مدينة مراكش التي ما باتت تولي اهتماما وعنايتين بالغتين، وذلك من أجل سريع الإخراج في هذا الإطار لما عرض تصميم تهيئة على لجنة التقنية المحلية بتاريخ 31 جنوبر 2021، بعد ذلك توصلت مصلحة الجماعة بتاريخ 21 فبراير 2022 من طرف الوكالة الحضرية بنسخة منه خاصة بحث علني بشأن فائدة العموم. وفي هذا الصدد فقد عملت مصالح قسم التعمير والتهيئة الحضرية على نشر في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية، وذلك في تاريخين على التوالي يوم 3 مارس 2022 ويوم 11 مارس 2022، وقد تم وضع البحث العلني في مقر مقاطعة مراكش المدينة بتاريخ 16 مارس 2022 لمدة شهر كامل إلى غاية 14 أبريل 2022، لتتلقى مصالح الجماعة حوالي 42 ملاحظة تركزت في جولة حول مجموعة من المشاكل، وانقسمت هذه الملاحظات بنسبة 49% بخصوص المشاكل العقارية لعصر بولي وجزة، و28% بخصوص طرق تهيئة الوحدات، و25% ملاحظات أخرى. وفي نقل من تاريخ 14 أبريل 2022، فقد أصبح تصميم تهيئة الخاص بالمدينة القديمة مراكش ملزما للجميع في أفق المسابقة عليه خلال هذه الجلسة. ولا يفوتني بهذه المناسبة إلى أن أتقدم بشكر جديد لكافة المتدخلين في إعداد هذا التصميم، وعلى رأسهم الوكالة الحضرية لمراكش وكذا مصالح ولاية جهة مراكش أسفي. وختاما لا بأس من إعطاء نظرة شاملة على بقية تصاميم التهيئة القطاعية لجماعة مراكش. تصميم التهيئة القطاعية للمحامي الجنوبي تم الدراسة المتعلقة به بتاريخ 29 جنوبر 2010، وصودق عليه بتاريخ 6 يونيو 2018، وهو سامي المفعول. تصميم التهيئة القطاعية لمقاطعة سيدي يوسف بن علي انطلقت الدراسة المتعلقة به بتاريخ 1 أكتوبر 2014، والآن هو سامي المفعول. تصميم التهيئة القطاعية للحي الصناعي القديم انطلقت الدراسة المتعلقة به بتاريخ 8 يناير 2018، وسيتم افتتاح البحث العلني بشأنه بتاريخ 21 أبريل 2022. تصميم التهيئة القطاعية لمقاطعة النخيل انطلقت الدراسة الخاصة به بتاريخ 22 فبراير 2016، وتم اجتماع اللجنة التقنية المحلية بخصوصه بتاريخ 19 يناير 2022. تصميم التهيئة القطاعية مراكش الغربي انطلقت الدراسة المتعلقة به بتاريخ 22 فبراير 2016، وتم اجتماع اللجنة التقنية المحلية بخصوصه بتاريخ 9 مارس 2022. تصميم التهيئة القطاعية جيز الشرقي انطلقت الدراسة المتعلقة به بتاريخ 26 فبراير 2016، وهو الآن في مرحلة الدراسة.
إلى ساق الانعقاد اللجنة التقنية المحلية. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينصر أمير المؤمنين ويحفظه ويكرم عنده بولي عهده صاحب سمو الملك الأمير ولي الحسن وشبه أزر جلالته بشقيقه صاحب سمو الملك الأمير ولي رشيد وباقي أسرار الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع المجيب والسلام عليكم ورحمة الله.